السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. موضوعنا النهاردة عن انك ازاي تكرر نفسك في الفيديو اكتر من مرة. الموضوع ده هيفيد الناس اللي عاوزة تعمل سكتشات في البيت مثلا او في اي مكان وعاوزة تكرر نفسها تعمل كذا شخصية او تقدم مواضيع مختلفة. فالموضوع ان شاء الله هقدمه لك بشكل سهل وبسيط عن طريق تطبيق كاب كات. وكل اللي انت هتعمله انك انت هتجيب الموبايل وتثبته على ترايبود او تثبته في مكان وتبتدي تصوير الفيديو. مهم في الموضوع ده كله انك انت تبقى مثبت الموبايل اللي انت بتصور بيه، وهتبتدي انك انت تخش بالشخصية الاولى تصور عادي جدا، تسيب مثلا الفيديو شغال وتروح مثلا لو هتغير اللبس او هتغير اي حاجة وترجع تاني تصور، ولكن في مكان يكون ابعد شوية من المكان الاول اللي انت واقف فيه عشان ما يحصلش تداخل. في الطبيعي لو في اتنين في مكان واحد مش هيقدروا ان هما يخشوا مع بعض في نفس النقطة، فاهم قصدي؟ فاما تبقى بعيد من ورا شوية او تبقى من الجنب او تبقى من ورا، كل الحاجات دي تقدر انك انت تعملها عادي جدا. المهم انك انت بعد ما تتصور بكل الشخصيات بتاعتك سواء 2 3 4 زي ما تحب، هنروح على تطبيق كاب كات. اول حاجة هشيل الزيادات اللي بتبقى في الاول وانت بتزبط الثبات بتاع الموبايل ذات نفسه. بعد كده هتظبط الشوت الاول كده وهتروح على الجزء التاني بقى اللي هو الشخصية التانية، تشيل برضو الزيادة اللي في الاول اللي انت مثلا كنت بتغير فيها او بتفكر هتقف فين بالظبط في الفيديو. وبكده بقى عندك مقطعين، هتروح على اول مقطع في الاول خالص وهتيجي عند اداة cut out ومنها على remove background او مسح الخلفية. بعد كده هيبتدي ان هو يشيل لك الخلفية ويسيبك انت بس. برضو وانت على نفس المقطع اللي انت شلت الخلفية بتاعته هتيجي عند اداة overlay بحيث ان هو يعملهم لك الاتنين فوق بعض بشكل تلقائي جدا، انت مش تعمل اي حاجة وبس كده. هترجع على اول الفيديو هتلاقي المقطعين شغالين مع بعض وهتلاقي نفسك اتكررت اكتر من مرة. وشوف بقى انت عملت كذا مقطع تبتدي انك انت تعملهم بنفس الطريقة. بس كده اتمنى تكون استفدت. ده كان فكرة الفيديو معايا النهاردة من سلسلة كاب كات. هنشرح كل المميزات اللي في التطبيق اللي تخليك تبقى محترف وانت بتعمل مونتاج وهتسهل عليك وقت ومجهود خصوصا لو انت من مستخدمين الموبايل. اتمنى تكون استفدت. ما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت. انا يحيى الشافعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.